وزي ما كنا بنقول كده مع حضراتكم في يوم العالمي للمرأة، احنا حابين جدا ان احنا نلقي الضوء على نماذج قدرت ان هي تتخطى صعوبات كتيرة جدا عشان توصل لهدفها. في مهن صعبة وفي مهن بسيطة، بس في مهن صعبة فعلا على البنات ان هي نصدق ان هي كمان مش بس مارستها، لا ونجحت فيها. من المهن دي مثلا المصور الصحفي، خاصة في الملاعب بنتكلم. خلينا نقول ان احنا عندنا دلوقتي نموذج ناجح جدا من هذه المهنة، نرحب بقى بيها، هي ياسمين يحيى المصورة الصحفية، ونعرف منك بقى القصة كلها واصلا ليه اخترتي المجال ده. صباح الخير. سعداء بوجودك، كل سنة وانت طيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي. ونبتدي بالسؤال اللي نهاوندا قالته، اتفضلي. بدأت ازاي؟ ايه اللي حبيبك اصلا في ان انت تبقي يعني مصورة صحفية في الملاعب؟ لا، هو انا اصلا بادئه صحافه، مصوره صحفيه، بادئها الاول من 2013 تقريبا. فكنت بجرب كل المجالات، اذا كان مؤتمرات او فن او رياضه، فعشان اشوف ايه الحاجه اللي انا ممكن ابقى شاطره فيها يعني. فجربت الفن ما لقيتوش شبه شخصيتي تماما، فقلت اجرب الرياضه بما ان انا بحب الحاجات اللي هي فيها ريسك وصور كده في شقلبازات وكده يعني. فدخلت في الرياضه 2016 وبس لحد دلوقتي. انت بتعملي حاجه شيقه جدا ومختلفه ومش موجوده كتير في العالم العربي، يعني المصورات لمباريات كره القدم بصفه خاصه عددهم بتهيالي مش كبير، لكن طبيعه اللي بتعمليه هو شيء شيق جدا. اغرب المواقف اللي اتعرضت لها ايه؟ زائد ايه عموما نوع الصعوبات اللي بتواجهيها لما بتغطي يعني فعاليات، يعني مباريات، بطولات، وخصوصا في مرحله ما قبل الكورونا اللي هي كانت البطوله زي ما هي بقى بجمهورها بالمنظمين بكل التفاصيل؟ ممكن نتكلم على موضوع الصعوبات. اتفضلي. الصعوبات يعني ممكن بيبقى من خلال ان الماتش في بره القاهره، فانا بواجه مشكله عندي في البيت اللي هو انت هتروحي امتى وهترجعي امتى، هترجعي الساعه 4 الفجر، فاللي هو كده يعني. طبعا. فدي ممكن تبقى فيها مشكله شويه يعني، بس الحمد لله بتتحل يعني. واضح ان انت ظبطتي امورك في النقطه. لا يعني ساعات بروح من وراهم يعني. ممكن بقى مشكله الامن، لو الكشافات لسه ما جاتش، جت مش عارف ايه كده. مشكله جمهور. يعني ايه مشكله جمهور؟ مشكلة الجمهور يعني أيام الجمهور ما كان بيحضر في الاستاد أو في المباريات يعني، كان الجمهور بيتعامل مع المصورين على إنهم مصورين للخصم. أوكي. فكانوا بيتعاملوا معانا إن إحنا إيه، لا أنتوا لازم تتضربوا. ياه. ممكن نتشتم، ممكن كده يعني. بس اللي هو يعني هو لو يعني بعيدا عن الجمهور، لا هو مفيش أي صعوبات. هو بس بيبقى صعوبات في موضوع التصاريح إنها تطلع بس، مش أكتر. طب ياسمين، من كلامك انا فهمت ان برضو شخصيتك الى حد ما مختلفه، يعني انت بتحبي تاخدي زي ما انت قلتي ريسك في حياتك. ماشي، حلو جدا. بس هل قبل ما تبداي المهنه دي مثلا كان في نموذج بصيتيه قلتي انا عايزه ابقى كده؟ يعني في اوقات بنعمل كده. انا قبل ما ابدا الاعلام كان في نموذج معين، مذيع معين، كنت دايما اقول انا نفسي ابقى زيها. فهل كان عندك حد مثلا، مش هقول مثل اعلى، بس شفتيه ناجح، نموذج ناجح عايزه ابقى زيه او عايزه اعمل في ده في الصحافه قبل ما ابدا صحافه؟ الصحافه في الرياضه. الصحافه الرياضيه. في الرياضه انا كنت يعني كنت بشوف في نماذج كبيره جدا، فاول ما دخلت مجال الرياضه لا الناس دي لازم اقعد جنبهم، هو انا يعني هتعلم منهم، هو انا مش هتعلم من حد غيرهم. فانا بقى قاعده مركزه جدا في الكاميرا، هو بيعمل ايه وبيصور ايه وبيركز على كادر ايه. ف استاذ عمرو عبد الله، رويترز، يعني مصورين. بمناسبه برضو الكلام عن الكادرات، اكيد في مباريات كره القدم انت عندك مع نهايه المباراه عندك رياكشنين ثابتين، الخسران غرقان في احزانه ودي بينتج عنها لقطات دايما بتكون مميزه جدا، وطبعا فرحه الانتصار شامل الشقلباظات اللي انت شخصيا اللي اتكلمتي عنها من شويه، واللي متهيألي اكيد فيها صعوبه في تصويرها برضو عشان ما تبقاش مهزوزه، ان انت تصوري حد من الوضع المتحرك وفي بعض الاحيان من الوضع طائرا، يعني صح ولا ايه؟ صح. لا مش سهله برضو اكيد. هو بيرجع طبعا للنوع الكاميرا اللي معايا، الحاجات دي طبعا بتساعد جدا. حته بقى ان انا اشوف انا هصور الفرحه ولا الحزن، هي يعني ربنا ساعات بيرزق كده واحنا في الملعب، اللي هو ايه، بصور الاثنين ان كادر، يعني بجيب الفرحه والحزن ان كادر، فده بيسهل عليا كتير، بيسهل عليا ان انا بدل ما يعني. وبتبقى بليغه جدا كمان، يعني بتبقى الصوره بليغه بالظبط، يعني بتبقى افضل دي من صورك يا ياسمين، صح كده؟ حلوين جدا اهو، الوضع طائرا اهو.
في مباراة معينة كانت مليانة تفاصيل ما كنتيش ملاحقة؟ يعني تفاصيل كتير ورياكشنات كتير. نهائي افريقيا. ايه اللي حصل بقى؟ ماتش عظيم. هو مبدئيا كان عشان الكورونا وكده، فكان الدخول ارض الملعب ده المصورين الكاف بس. فكان الكاف اختار 10 مصورين بشكل عشوائي ان هم يحضروا الماتش، يصوروا الماتش من مقصوره الصحفيين. فدي كانت مأساة بالنسبه لنا طبعا، لان احنا تصوير ارض الملعب غير من فوق اكيد. فجالنا حد من الكاف نص الماتش شاف الصعوبه ان احنا بنصور من فوق، الموضوع صعب جدا. فوعدنا ان احنا هننزل يعني نهايه الشوط الثاني على قرب الاحتفال وتمام يعني. فاصلا واحنا فوق في احداث كتير قوي، في صور كتير قوي قوي. لما جينا نزلنا احنا، انا حرفيا ما بق يعني انا بقيتش والله العظيم بجد ما بقيتش ملاحقه على الصور. لا فعلا صور كتير قوي، والماتش فيه صور كتيره جدا، وبالاخص الاحتفال بالنسبه لنا هو ده بيبقى ماتش تاني اصلا يعني. هو خلاص انا دخلت كده. انت اللي بتختاري انهي صور اللي تتعرض، سواء من خلال موقع، من خلال صحيفه، من خلال مجله، او ايا كان جهه التعاقد معاكي، ولا هم ولا انت بتديهم الماتيريال وهم اللي بيختاروا؟ هو انا بقسم شغلي يعني، مثلا اول ما بروح الاستاد وصول لاعبين، بعد كده التسخين، بعد كده الشوط الاول، الشوط الثاني يعني. وبقسم بقى الشوط الاول لو دخل فيه جونين هنا وهنا، فبجيب احتفال هنا واحتفال هنا. واللعيبه عارفينك بقى ياسمين وكده؟ يعني تقريبا كده. طيب انا مش هخرج بره الموضوع، بس برضو انت كان ليكي فرصه عظيمه ان انت روحتي صورتي مؤتمرات الشباب، وبحضور طبعا سياده الرئيس، والتقطتي الصور لي، او يمكن انا اهو دلوقتي مع كلامي. فاحكي لنا برضو عن بدايه كده لما اختاروكي ان انت هتبقي ضمن الكرو هناك. هي دي كانت حاجه تانية خالص بقى. بالظبط طبعا. هو انا اول مؤتمر حضرته لسياده الرئيس يعني كان في 2016، كان المؤتمر الوطني. بعد كده في منتدى شباب العالم، كنت انا شغاله في جريده الدستور، فسجلوا اسمي كمدعو. اللي هو ايه، هصور المؤتمر على حسب بقى دخولي خروجي، اللي هو من بره هصور من بره او ايا كان يعني. بالظبط. فكنت انا تقريبا البنت الوحيده اللي موجوده هناك. فاول يوم وصلت فيه هناك عرفت ان انا مش هدخل اصور، لان هو يعني محدد بناس معينه هي اللي هتصور المؤتمر من جوه. فتسهيل ربنا فجاه لقيت نفسي دخلت جوه، فجاه لقيت نفسي قدام الرئيس. الله. فدي كانت حاجه تانيه خالص يعني. طب تعالي نرجع بيكي بقى مره تانيه لكره القدم بصفه خاصه، وبرده يعني فكره ان انت حضرتي مباريات دوليه وسافرتي اكيد برضو عشان تغطي احداث معينه، ولا ما حصلش لسه؟ ما سافرتش بره مصر، هو لسه في اطار مصر. طب على الاقل في اطار مصر، هل في مره كنت موجوده في مباراه ولاحظتي وجود مثلا مصوره اجنبيه مراسله لقناه ما، ولقيتي ان عينك اتشدت لها وقعدتي تركزي في تفاصيلها، نوع الكاميرا اللي بتستخدمها، المونوباد اللي بتستخدمه، طريقه تعاملها مع الحدث نفسه عامله ازاي؟ ده في كاس الامم الافريقيه في 2019، كان في مصورين من كل المنتخبات اللي كانت جايه. فكان في بنت غالبا جنوب افريقيا، هي موجوده عندي على الفيسبوك. احنا مختلفه في ايه بقى؟ بس هو مفيش اختلاف يعني، فكره اصلا البنت المصريه فهي معروفه ان هي ايه، لا انا هسافر والاصرار. انا هسافر وهبقى شاطره وهبقى ناجحه ومفيش حاجه هتوقفني، حتى لو في ظروف حواليا مش الطف حاجه، لا انا هدوس على نفسي وهشتغل وهعمل. يعني اللي بره مش مختلفين عننا في حاجه، هو الفرق بس في المعدات والاسعار والحاجات بس. هي دي الفكره، في هناك الدنيا يعني، الدنيا بره بتبقى في الاسعار المعدات والكلام ده بتبقى اقل بكتير من هنا، فده اللي بيخلي ان في فرق بيننا وبينهم. لكن لو هنتكلم على البيزكس، لا البيزكس عندنا على فكره. يعني طبيعه المراه المصريه نقدر نقول لا تختلف ابدا عن طبيعه اي امراه اخرى. يعني انا لا اشعر ان احنا مثلا اقل كفاءه او غيره، بالعكس. لو انت بقى عندك شك ده، ارجع للتاريخ بتاعنا زمان جدا، شوف المراه المصريه كان دورها عامل ازاي، وبعد كده العصر الحديث. فكلام مظبوط جدا. صعوبه دخول البنت اصلا للملاعب او للرياضه، هو الموضوع كان صعب في الاول، لكن الدولة نفسها او يعني اتحاد الكورة ساعد في ده يعني. انا بصراحة اتحاد الكورة بيساعد في ان احنا ننزل ويتعمل لنا تصاريح والبنات، ويبقى لينا اماكن معينة في الملعب، وان ما ينفعش مثلا كشف ماتش ما يبقاش فيه ثلاث بنات او بنتين، لا هو لازم وجودنا يعني. هو ده دي حاجة بالنسبة لنا بتبقى
ريحت علينا كتير يعني ان احنا بقى نقعد نثبت نفسنا قدام الناس. الثقافه دي اتغيرت امتى يا ياسمين؟ يعني امتى ابتديتي تحسي فعلا ان في ايمان بوجود المراه وضروره وجود المراه في اي مجال؟ تحديدا هنا هنتكلم عن الصحافه في الملاعب ولا في الصحافه؟ اكيد احنا بنتكلم في الاختصاص ده معاكي فمش يعني اي سؤال بيتواجه في الموضوع ده بالظبط. يعني هو انا من اول ما دخلت في 2016 كنا تقريبا 3 بنات. بعد كده بدا الموضوع يتوسع، بدا البنات اللي هم نفسهم يدخلوا صحافه فبداوا يشوفوا شجعوا بقى فبداوا يدخلوا واحده ورا الثانيه. جميل، احنا سعدنا بوجودك مره ثانيه. كل سنه وانت طيبه وان شاء الله يعني نسمع عنك المزيد من النجاحات الفتره الجايه باذن الله. نورتينا.